هل على الراتب الشهري زكاة؟ وكيف يكون تقديرها وإخراجها؟ جزاكم الله خيرا. من كان ينفق رواتبه ولا يتوفر لديه منها شيء ليس عليه زكاة، أما من كان يوفر منها مقدارا يحول عليه الحول ويبلغ النصاب أكثر فإنه تجب فيه الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. يسأل عن مقدار الزكاة يحفظكم الله. مقدار الزكاة 2.5%، أي ربع العشر. نعم.